بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 24 كذا في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من جمع العلامة النووي رحمه الله، وما زال الحديث في باب المراقبة، وهو الباب الرابع من أبواب المقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الله المستعان. هذا حديث أنس بن مالك ابن النضر النجاري الأنصاري رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثر موقوف عليه يذكر حالهم مع رسول الله وحال الناس في زمنه، إذ أن أنساً عمر رضي الله عنه حتى ناف على 102، وهذا بأثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له لما جاءت أمه أم سليم بنت ملحان الرميصة أو العفيصة بنت ملحان النجارية، قالت: يا رسول الله، خويديمك أنس هل لا دعوت له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وماله وأدخله الجنة. فعاش رضي الله عنه طويلا حتى مات في البصرة في ضيعته 92، وكثر ماله حتى ملك الضياع وهي المزارع، وكثر ولده وولد ولده، وكان يكنى أبو حمزة حتى دفن من ولده وولد ولده 70، وبقيت الرابعة التي نرجو أنه يدركها بأثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يدخله الله الجنة. يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني في حقارتها واستصغارها وعدم المبالاة بها. كنا نعدها، أي هذه الأعمال التي تستصغرونها وتستهينون بها، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وهي المهلكات. فإنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. والموبقات وهي المهلكات في العرف الشرعي تشمل نوعين: المهلكات في المخرجات من الملة، إذ أعظمها الشرك بالله ومنها السحر، وتشمل أيضاً الموبقات والمهلكات فيما دون الشرك مما هو من كبائر الذنوب وعظائمها، ولا يدخل في الموبقات الصغائر إلا إذا أصر عليها صاحبها. وهذا الأصل الشريف دلت عليه دلائل كثيرة في حالهم رضي الله عنهم وحال من بعدهم من التابعين وتابعيهم في القرون المفضلة، وهو مبني على أصل شريف عند السلف
في الذنوب أنه يحتف بالذنب الصغير من القلق والخوف والوجل، ما يصير هذا الذنب في حق صاحبه عند الله عز وجل أنه يقترب بالذنب الصغير من عدم المبالاة وقلة الاهتمام والاستهتار وإلفة نفسه له، ما يجعل هذا الذنب الصغير في حقه عند الله عظيما. وعكسه أنه يحتف بالذنب الكبير الذي يقع فيه المسلم، إما بغلبة هواه وشهوته، وإما بتضافر قرناء السوء وجلساء السوء عليه، وإما بتعلقه بالدنيا، وإما بوسوسة الشيطان له، وإما بها جميعاً. هذه الأربعة يقترن بهذا الذنب الكبير من القلق والوجل والخوف وحشرجة النفس في وقوع هذا الذنب منه، ما يصير هذا الذنب في حقه عند الله صغيراً أو أن الله عز وجل يمحوه عنه. وها هنا يقول أنس رضي الله عنه إنكم، يخاطب الناس في زمانه ممن هم بعد النبوة، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم، أي من قلة المبالاة وقلة الوجل، هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني شيئا حقيرا لا قيمة له. وأظنه لو كان هناك شيء أدق من الشعر لمثل به أنس رضي الله عنه. كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما رباهم عليه من أصل التوحيد وتعظيم الله ومراقبته الموجب للخوف من سخطه واستجلاب رضاه ورحمته، نعدها من الموبقات المهلكات. وهذا شاهده واضح لهذا الباب في صدق المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. فإنهم رضي الله عنهم لم يكونوا ينظروا إلى المعصية بذاتها، وإنما ينظرون إلى من عصوا، إلى من عصوا. وهذا الفارق بينهم وبين من بعدهم. فكيف في زماننا هذا؟ الشأن عظيم والفارق كبير. والموفق من وفقه الله، والمبعد من أبعده الله. أنس هو الذي قال لا أعرف مما أنتم عليه، مما أدركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وفيها ما فيها، أي من النقص والخلل والتقصير. فالله يرحم ضعفنا يا أخواني، الله يرحم ضعفنا ويعمر قلوبنا بمراقبته ومخافته وتوحيده وتعظيمه، ويختم لنا بخاتمة أهل السعادة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. قال رحمه الله والغيرة بفتح الغين أصلها الأنفة. نعم. الله يعفو عنا وعنه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، وغيرة الله فسرت ها هنا، فسرها النبي بما لا حاجة إلى تفسير لأحد بعده، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. وهذا كما في حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات،
لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، حمى مملكته وحمى دولته وحمى ما يجعله حمى في الأرض، محظور على الناس أن يردوه ويدخلوه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فالحديثان يفسر بعضهما بعضا. إن الله يغار، والغيرة في حق الله تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه غيرة المخلوقين، وإنما هذه الغيرة تحمل على الغضب، تحمل على الغضب. وما قاله أن أصلها الأنفة له وجه، لكن لا تفسر الغيرة بالأنفة. والمصنف رحمه الله وعفى عنه عنده أغلاط في مواضع من صفات الله جل وعلا ينحو فيها منحى المتكلمين الأشاعرة، والله يعفو عنا وعنه، ما يسلم أحد ولا معصوم إلا من عصمه الله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إن الله يغار، ما غيرة الله؟ ليست كغيرتك أيها المخلوق، لأن غيرة المخلوق متفاوتة، فالبشر ليسوا على نمط واحد. الإبل، فحول الإبل غيرتها في البرد عظيمة، وفي الحر أبد. هي والناقة واحد. نعم، ولهذا هذا الوقت وقت الهياج يشتد غيرة بعضها على بعض. ترى الفحل وهو وسط الإبل رأسه مرتفع يناظر من يجي من الفحول، غيرة على ذوده وعلى نياقه. البشر ليسوا على درجة واحدة، من الناس من هو بارد لا يغار ولا يغضب ولا يحتمي لعرضه ولا يتحرك فيه ساكن، إما لجبنه وإما والعياذ بالله لفقدان رجولته. ومنهم من غيرته عظيمة تحمله على التعدي وشدة الغضب والقتل وما إلى ذلك. غيرة الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، لا شبه فيها مع غيرة المخلوقين، كسائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات خلقه، كما قال سبحانه وتعالى في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يغار، ما غيرة الله؟ أن تنتهك محارم. إذن هذه الغيرة مفسرة ها هنا بغضبه، فإن الله يغضب إذا انتهكت محارمه. ومنها أيضا ما جاء في الموضع الثالث في تفسيرها كما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف لما كسفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام بعد صلاته الطويلة خطب الناس، ومما ذكر فيها أن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني هذا الغضب الذي يغضب به سبحانه وتعالى عند انتهاك هذه المحرمات مما حرمه على عبيده. فإذا كان ربي جل وعلا يغار وغيرته في انتهاك ما حرمه على عبده وشدد فيه عليه وتوعده عليه، فدل ذلك على أن هذه الغيرة موجبة لغضب الله وسخطه. في مقابلها أن من استقام على أمر الله ولم ينتهك حرماته جل وعلا، وإنما خاف الله وراقبه وعظمه، فإن هذا مستجلب لماذا؟ لمحبة الله ورضاه على عبده. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عندك عن ولا وعن؟ عن.
اي هو المناسب اذا قرئت تؤتى بالعطف، عطف هذا على ما قبله. اي نعم. شيخنا الشيخ محمد له مبدا في مثل هذا، يقول للقارئ اقرا، نقل العلامة النووي كذا وكذا، الامر واسع، لكن في هذه الواو العاطفة مهمة في استقامة الكلام وتواصله. اي نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا، فاتى الابرص فقال: اي شيء احب اليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. إذن وش قال، الإبل ولا البقر؟ ها؟ الإبل. ليه؟ ناقة. أنت السؤال لك أنت، لا اللي وراك أنت يا أخي. ها؟ لا لا سمعت أن لا تلتفت أنت. هلا هلا. طيب إبل ولا قال ذكر الإبل أو البقر؟ شك الراوي بالإبل والبقر، وش ترجح؟ ليه؟ ما هنا إلا إبل ولا بقر، ما في غيرهم. ما المرجح؟ لقوله أوتي ناقة حشراء. أي نعم. وش الناقة المعشر؟ شر العرف البدوي غير العرف الشرعي. الناقة العشراء اللي توه لازح معشر. والله الإبل معشر ما فيه حليب. أما في الاصطلاح الشرعي فالعشرة هي الناقة التي تكاد أن تلد، كادت أن تبلغ المخاض، وحمل الناقة سنة 12 شهرا. نعم. أحسن. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعير، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا. كذا مشددة يقدرك. نعم. ولا يقدرك مشددة. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا، فأعطاك الله. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري،
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. سير الناقة العشراء، افتح الشين. نعم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج، معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها. ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها ولادتها. وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقولهم قطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه. كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها. الله أكبر. هذا حديث عظيم، حديث شريف، اتفق على إخراجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في خبر هؤلاء الثلاثة المبتلين من بني إسرائيل. وهذا الحديث لجلالته وعظيم ما فيه من المعاني أورده الشيخ المجدد في كتاب التوحيد. في أي باب؟ وين اللي يحفظوا كتاب التوحيد؟ وين السلفيين؟ صد ما هو بالدعوة. في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أورد الشيخ هذا الحديث بطوله. وهنا أسألكم، ما مناسبة هذا الحديث لباب المراقبة؟ يا أخواني، سم أي أي وين الشاهد من الحديث على ما ذكرت؟ الشاهد، شوف عندنا مناسبة أصبت بها، والشاهد من حديث لهذه المناسبة. أصبر أصبر، لا من الشاهد؟ لا. لا كابر عن كابر ولا صاغر عن صاغر. سم الشاهد، الشاهد الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم، لا، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. هذا شاهد الحديث للباب. في خبر هؤلاء الثلاثة أبرص، والبرص معروف، تغيير في لون الجلد يشين صاحبه، ولهذا معدود البرص من العيوب، معدود في ماذا؟ من العيوب. قالوا ودون البرص ما يسمى بالبهاق، فهو معدود من العيوب، لكنها عيوب خلقية لا يدان للعبد بها. ولهذا ذكروا في مواصفات المرأة ألا تكون أو يكون في أهلها من هو أبرص لهذا المعنى. ذكر الأبرص والأقرع الذي لا شعر له، ودون القرع في انتفاء الشعر كله الأجلى الذي تأخر شعره إلى مثنات رأسه أو أواخره، فهذا أجلى. وقد جاء في وصف الدجال أنه أجلى الجبهة، أي أن شعره القطط
شديد الجعودة يبدأ من مثنات رأسه، والثالث العمى وهو ذهاب البصر، بصر العينين لا ذهاب البصيرة. ولهذا الأكفة الذين يولدون كذلك أو يكفوهم صغار يعوضهم الله جل وعلا بالبصيرة، متفاوتين فيها. ومن البصيرة ما كان من شأن هذا الأعمى، أتى هذا الملك، وهذا من امتحان الله المتنوع لمن قبلنا، على أتى لهذا الأبرص، سأله: ماذا تتمنى؟ وش ودك؟ ما أمنيتك؟ قال: أتمنى جلدا حسنا ولونا حسنا، ويذهب هذا الذي قدرني به الناس. فمسح عليه فرجع لونه حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك الراوي، وهذا فيه ضبط الرواة لنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسبون له ما لم يقله، مع أنه بين في السياق قال: فأوتي ناقة عشراء، أي على وشك الولادة، وقال: بارك الله لك في مالك، فأنتجت ولدها حتى صار له وادي من الإبل، تكاثرت هذه الإبل. طيب، ناقة عشرة وش جابت؟ جابت قعود. حوار ولا حوارة؟ ليه ما جابت حوارة؟ اي لو جابت انثى مثله منين يبي يتلذذ؟ فلقح الابن امه، وهذا مما يقع الان شديدا عند الباديه، ومنهم من يحرمها ويستعظمها. ضحكوا بعض الاخوان، اظن لمسنا شيء عندهم. هذه بهايم يا اخواني، لا مانع ولا باس أن يضرب الفحل أمه وبنته وأخته، ما هي مكلفة، لكن من حبهم الشديد الإبل قاسوها بأنفسهم. بل في زمانكم هذا قدموا الإبل على أولادهم، يهناه راعي الذود، عياله يباتون بلي عشاء ولا يهناه الذود ما يتعشى. مو بذا الواقع؟ ليه؟ لأنه في زمن ليس بالبعيد كانت هذه الإبل مسخرة للبشر، في زمانكم ذا العكس، العكس فسخر هؤلاء لإبلهم، وذا من تعلق الناس بالدنيا، الله يدفينا شرها. فأنتجت حتى صار له وادي من الإبل. وأتى الثاني وهو الأقرع، قال: ما تتمنى؟ قال: شعرا حسنا ويذهب هذا الذي قدرني به الناس. فمسح عليه فذهب القرع، ذهب الصلع، وأوتي شعرا حسنا. الحين يدفع فيه فلوس المستشفيات الجلدية علشان يزرعون الشعر، يزرع شعر راسه، وكل صبح يجطل هاللحية. مبدي عجائب وغرائب يا أخواني، ها؟ يدفع أموالا حتى يستنبت شعر رأسه، والذي يستره ولحيته يحلقها، وربما حلق اللحية والشارب، فما صار في فرق بينه وبين العجز من الحريم. ما أمر به أهانه وامتهنه، وما لم يؤمر به تعلق به نفسه. وهذا لغرابة الزمان يا أخواني. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. والمتناقضات تثيره: أمر الله الرجال برفع ثيابهم، ونهاهم عن إسبالها عن الكعبين، امتثلوا إلا ما رحم الله، فأرخى الرجال ثيابهم حتى صارت بعض الثياب مكانس للشوارع من إسبال الرجال لها.
والنساء أمرن بماذا؟ أمرن بإرخاء ثيابهن شبر ولا يتجاوزن الذراع. وش صار؟ رفعن ثيابهن وما زال الرفع متكاثرا، رفعنها إلى الكعبين ما جنعا، فرفعنها إلى أنصاف الساقين ولم يقنعنا، فرفعنها إلى الركبتين. وقفنا عند الركبتين ثم إلى الفخذين. والله يسترنا. من أمروا برفع ثيابهم أرخوها وأسدلوها، ومن أمرنا بإسدال ثيابهن رفعناها. مو بذا التناقض يا أخواني؟ لما؟ أهذا طاعة لله أم طاعة للهوى والشيطان؟ ونظائرها كثيرة. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. إن لم تكن لله عبدا كنت لهواك وشهوتك وشيطانك عبدا. فمسح على رأسه فعاد له شعر حسن. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأتي بقرة حاملا فأنتجت له واد من البقر. ثم أتى الثالثة وكان أعمى كفيف البصر، فقال: ما تتمنى؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأرى به الناس، أشوف وزدي. فمسح على عينيه فارتد بصيرا. والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عبدناه حق عبادته. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأوتي شاة والدة، قالوا فيه أن أفضل الغنم الشية، استنباطا من أنه أوتي شاة، وفي الحديث لم يطلب شاة، أنه هو الأفضل. فنتج حتى صار له واد من الغنم. أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا، إما الأول أو غيره، وظاهر الحديث أنه الأول. فأتى إلى الأول على صورته قبل أن يعافيه الله من هذا البلاء، على صورة رجل أبرص، لعله يتذكر ما يطغي، وما أكثر الطغيان. قال: مسكين وابن سبيل، وقد انقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوف الملك جابها بالتوحيد، ما قال: مالي إلا الله وأنت، كما يدرج الآن على أسنة الناس، أنا داخل على الله عليك. هذا من معروف الله ومعروفك، يشرك بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. لا، هذا يناقض كمال التوحيد الواجب. قال الملك: فإنه لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وش قال ذاك المقرود؟ قال: الحقوق كثيرة، والله علينا التزامات، ما نقدر، حقوقنا الحقوق علينا كثيرة، وما بغى إلا بعيرا يتبلغ به من وادي كله إبل. فقال الملك: ألم أعرفك؟ ألم تكو أقرأ؟ ألم تكو أبرص يقدرك الناس، فقيرا يحقرك الناس؟ قال: لا، ما هو بنا، إنما أوتيت هذا كابر عن كابر. أضاف النعمة إلى من؟ إلى غير الله، ورثها من أهله. أما جلدي هذا لأني أهلي زيان وطياب، وأما الإبل فهذا ورثتها كابر عن كابر. جحد نعمة الله ابتداء عليه في نفسه وفي ماله. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فرجع كما كان أبرص فقيرا. وجاء إلى الأقرع فقال له مثل
أخيه أخو الشر والقرادة والله. قال الحقوق علينا كثيرة، وهي ببقرة أم عوف إيش يتبلغ بها؟ هو بيرتبها البقرة؟ لا، تبلغ بها بماذا؟ إما بحليبها ولبنها، وإما يبيعها ويتبلغ بها وهو منقطع ابن السبيل، جعل الله له حقا في الزكاة. وتأملوا أن أصناف الزكاة الثمانية تولى الله جل وعلا تعدادها وبيانها في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل لو كان في بلده غنيا وانقطع يعطى من الزكاة ما يوصله إلى من؟ إلى أهله. ولهذا ممن يعطى من الزكاة وهم أغنياء العامل عليها، ممن يعطى من الزكاة وهو غني من؟ في سبيل الله المجاهد إن لم يكن لهم ديوان ورواتب، وممن يعطى من الزكاة وهو غني المؤلف قلوبهم إما لترغيبهم في الدين أو كف شرهم عن المسلمين. وممن يعطى من الزكاة وهو غني في بلده من؟ ابن السبيل. أسألك بقرة أتبلغ بها في طريقي. فقال الحقوق علينا كثيرة، والله علينا التزامات ما نقدر، ما بعد صفينا الأعذار، ما له أول ما له تالي يا أخوان. قال ألم أعرفك كنت أقرع يقدرك الناس فقيرة؟ قال لا، إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر، مثل قول قارون الذي هو أغنى أهل الأرض. وش قال في تجارته؟ إنما أوتيته على علم عندي، أنا عارف وجوه التجارة والمكاسب والاستثمارات والطرائق والحيل. لم ينسب هذا المال إلى نعمة الله عليه. كم فينا من أشباه هذا الأقرع والأبرص وأشباه قارون؟ كثير أو قليل؟ نسأل الله العفو والعافية يا أخوان. وإن كانوا كثير فلا تشمتوا، احذر يا عبد الله أن تكون شماتا عيارا، فإنك إن كنت كذلك عافاهم الله وابتلاك. احذر من الشماتة، وكما في اللسان الدارج احذر من الطنزة، فالطنزة مد بليد. وهذا أمر مهم، فقد ينفذ إلى خاطر الإنسان وهو لا يشعر، يعيب غيره ليزكي نفسه شعر أو لم يشعر. فرجع ذلك الأقرع كما كان، أقرع ذهب شعره الحسن وفقيرا معدما. ثم أتى الأعمى، قال مسكين وابن سبيل، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها. فقال نعم، كنت أعمى فرد الله علي بصري، أضاف النعمة إلى موليها وهو الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، ما أمنعك ولا أشق عليك بشيء أخذته لله. فقال ذلك الملك: بارك الله لك فيما آتاك، فأنا رسول الله إليكم لك ولصاحبيك. الرسول هنا بمعنى المرسل في أمر الله، لأن الملائكة رسل، كما في أول فاطر بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. بارك الله لك فيما آتاك، فإنما أنا رسول الله إليك وإلى صاحبيك. فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا دليل على أن الغيرة تدل على معنى الغضب، وأن الاستقامة على أمر الله تجلب للعبد إيش؟
محبة الله ورضاه والوقوع في معصيته تستجلب غضب الله عليه. وقوم من الأقوام البائدة أغضب الله وغرهم حلم الله عليهم، قال الله فيهم: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذه مدارها على المراقبة والمحاسبة، أن يراقب العبد ربه أشد مما يراقب الخلق، وأعظم خصوصا في القلب في مقامات العبودية والإخلاص والتوحيد. ثم المحاسبة، فإن كانت مراقبتك للناس أعظم من مراقبتك لله فراجع توحيدك وإيمانك وأنت في ساعة المهل. إذا كان همك مدحة المادحين أو اتقاء مذمة الذامين، والله أهون في عينك، أهون الناظرين في عينك، فهذا خلل في دينك وعقيدتك. وما المراقبة إلا محققة ومعززة لتوحيد الله وكمال الإيمان به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن عبدك حق عبادتك، وممن قدرك حق قدرك، وعظمك حق تعظيمك، فختمت له بخاتمة السعادة، وأورثتهم فردوسك الأعلى من الجنة، وأحللت عليهم رضاك فلا تسخط عليهم أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. في شيء الأخوان؟ سم ها؟ يقول: هل يؤخذ من الحديث أن لأهل الغنم ميزة في رقة القلوب؟ محتملة في ذلك، لكن جاء حديث أصرح كما في الصحيحين، حديث أبي هريرة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة والتواضع في أهل الغنم، والكبر والخيلاء في الفدادين عند أذناب الإبل. فهذا يكتسب من هذا وهذا يكتسب. طيب، وين يروحون أهل البقر؟ هم إلى الغنم أقرب، أهل الزرع أسكن من أهل الضرع في الشديد والنزول، ومع ذلك لا يؤخذ منه احتقار الإبل وقنيها، الشريعة عظمتها. فلهذا ذكر الله الإبل في معرض امتنانه على خلقه في خلائقه العظيمة، بل قدمها على السماوات السبع والأراضين السبع الطباق والجبال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الإبل عز لأهلها، ترفعهم عن الذلة وتحملهم على مكارم الفعال. الديات من الإبل، ركائب الجهاد والحج من الإبل، فهي شأنها عظيم. امتن الله عز وجل علينا منها ركوبنا وطعامنا وشرابنا ولباسنا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. إنما الخطأ في الغلو والزود، كالفرس كذلك الخيل وكسائر الأموال، والله أعلم. نعم. سم شيخ، هل ابتلاء الحسي قد يكون الأعمى بما أنه ابتلاء حسي وهذول معنوي اثنين أدى إلى؟ لا، جميع الابتلاءات الثلاثة حسية، فالبرص حسي محسوس مع أنه ما يوجع، والقرع حسي وله بيوجع، والعمى حسي، ولكن عمى البصر ليس هو الخطأ ولا النقص الحقيقي، النقص الحقيقي عمى
البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا يشعر إلى أن الابتلاء المؤذي الموجع أشد من الابتلاء الذي لا يوجع. نعم. سم ها؟ لا، كلهم جاءهم هذا الملك على هيئتهم قبل أن يعافيهم الله من هذا البلاء. جاء للأول على هيئة أبرص فقير، والثاني على هيئة أقرع، والثالث على هيئة أعمى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.